تحية صديقة لكل الأحرار أينما كانوا. تحية أصدق من صادقة لأبطال الحرية القابعين في السجون. من اليوم ومن الأمس وأول أمس ما خصناش نسكتوا على ناس نطقات بكلمة حق ودخلت تحت الأرض. أي مغربي، أي مقاطعة، أي مادة إعلامية غتكلم فيها تبلغ لي رسالة، نهضروا كاملين على أن ناس قابعين تحت الأرض، ماشي تحبس عادي فوق الأرض كيشوفوا السماء وكيشوفوا، بل أنهم كيتعذبوا ليل نهار. وحنا كما قلت الأمس المستشات وقويميجات والطاقيات والسناسل قرميطات وناس أحرار ديال الوطن تحت الأرض. انتهى الكلام. ما كان قبل أنا شخصيا ولي الحق في هذه القضية من أي مناضل بداية ديال الفيديو ديالو ما يجبدش، ما كانش بدو مواضيع جديدة ولا اللي هادوك ما نسيناهاش. هادوك الناس خصهم يخرجوا، خصهم، حنا ما كنطلبوش، ما كنترجعوش، نحن نأمر بخروجهم. وتحية صادقة للناس، ماشي المقاطعين واللي كيناديو بمقاطعات اخرى، حنا معاهم. تحية خالصة للأخ كمال، على الرد ديالك على مؤاساتي لك، ولو أنها من جانب إنساني ونضالي أخوي. أنا كنت عاطف معك ماشي لأنني ولد عمك، ولا أنا ابن وطنك ونتقارب معك في العقل، هذا هو الأهم. كذلك الأخ جيمس بوند 007، اعتذر إلى درت أنا توضيح وكنعرفك أخويا، وأنا كذلك، أنا كذلك من المتتبعين لكل فيديوهات ديالك. بارفو كندير غير لايك، ما كنديرش تعليق، ولكن كندير لايك لأن تفكير صحيح وتحليل صحيح وموقف هو الأهم. يقدر يكون التعليق غلط ولا تحليل، ولكن الموقف ديالك ديجا كنحس بيك بان جاري وقريب لدواري. المقاطعة اخوتي المغاربة كنا هضرنا عليها بانها وسيلة للتعبير عن غضب شعبي وعلى عدم الرضا على داكشي اللي، ولكن الهدف من داكشي كان، انا ولا عندي هدف هذيك المقاطعة. كنتمنى الاخوة اللي عندهم الحق والجهد لانهم خارج الاوطان الوطن انه يعبروا. الهدف ديال ديك المقاطعة، احنا ماشي مقاطعة حبا في المقاطعة، هنا ما لقينا ما نديروه، هنا بغينا نخلقوا النظام. حنا بغينا أول حاجة قبل من الزيت والزيتون والتمر والشفنج، بغينا الأحرار ديال الوطن ديالنا كامل، ديال خوتنا، كما وقعت لهادوك كانت توقع لك أنت وتوقع لواحد من العائلة ديالك، يدفنوه وهو حي تحت الأرض. دولة علوية ساقطة وسلقوطة
لا تعترف لا بيك ولا هذاك السجون عندهم بحال كيتفلاو. المملكة كلها سجن رهيب. أي إنسان يطالب، كنتمنى من الوطن يرحم لكم الوالدين، أن المداخلات ديالكم كلها خصها تصب. انتهى عهد العبودية والمحاكمات ديال الجور، تحاكمون وتحاسبون قاضي ومحكمة وبوليس وفرقونيطات ومحامين ومشاهدين وحاضرين ومنظمات. الخوي يا ولاد الكلاب، هذيك التمثيلية لن تنطلي علينا، إن طالت علينا كنا صغار، ولكن الآن حان الأوان. الخوت المغاربة كلهم صوت واحد، هذوك الناس اللي تحت يطلعوا سالت الهضرة. ما تبقى تقول لي يا لا، متفق معاك. أنا قلت لك الوسائل الأخرى للضغط، أنا معاكم. كل الأحرار بالعالم، ماشي بالمغرب، أحرار في العالم كيعرفوا بأن عندكم الحق وفي الطريق الصحيح انتم غادي. ولكن هذا مين ميلهناش بأن كاينين ناس تحت الأرض. لا يعقل. أنا ما كنشوفش بأن شي حاجة أخرى غتقدر تنسيني. أنا كنهضر دابا بفيديو بطلاقة، بالله يبارك في عمر سيدي، ولكن كاينين الناس تحت الأرض. علاش؟ وأنا غنهضر في فيديو بطلاقة ولكن واحد آخر تحت الأرض كيتعذب. هم كثيرون. أنا فوجئت بالليستة اللي سطت لي الأخت والأخ، يذكرهم الوطن بخير. اليوم غنعطي غير بضعة أسماء لأن اللائحة طويلة، ولكن كل مرة غنعطي لائحة، لأن لا ماشي من الصواب نهضر أنا غير الزفزافي. محمد جلول، محمد المجاوي، نبيل حميجق، إلياس الحاجي، حسن إدريسي، إبراهيم بوزيان، عثمان بوزيان، فميلة وحده، سمير إغيد، اسم بربري. عندي أنا وياه نفس الجروب سونغا. عمر بوحرامس، أشرف لي خلوف، صلاح الختم الخشم، عبد الحق الصديق. إذا نحبس الليستة هنا، المرة القادمة نقول لكم أسماء. علينا جميعا أن نتذكر هاد الأبطال، أبطال بقلة عقولهم ولا قلة مستوياتهم، ولكن كبار تضحياتهم. التضحية أكبر من المستويات، لا الثقافية ولا المجتمعية، أنهم ما كانوش ناس في مجتمعات يعني ميسورة الحال، وغالبا الناس اللي تحت هما اللي كيديروا، هما اللي كيحتجوا، اللي الفوق ما كيحتجش. إذن نكتفي اليوم غير بهاد القصة الأليمة الواقعية ديال شباب، خيرة الشباب خير مني ومنك انت اللي كتسند ليا، هما تحت الأرض ونحن نفتخر ونتمنى ونحلم. هذوك ما عندهمش حق في الحلم، ما عندهمش حق في الحرية، ما عندهمش حق
النوم ما عندهمش حق في أكل، ما عندهمش حق في زيارة عائلية، ما عندهمش حق. أنت عندك هاد الحقوق شبه حقوق خارج السجن المركزي، وما أكثرهم كلهم ولاو مراكز للاعتقال ديال الفاشيين، ديال النازية. هادشي اللي كانت كتستعمل مع الناس ديال داك الوقت، مشات ديك الأوقات اللي حنا باقيين كنعيشوها. باش ما نتلف شي على المحاكمات، انا قريت تصفحت شويه ولكن ما كانش عندي الوقت باش نتصفح كل شيء. ما عرفتش اللي شفت انا بان هذا سيحاكم غدا، المهداوي فصلوا القضيه ديالو على حراك الريف، وحيعوا فصلوه ولا سدوه ولا جمعوهم ولا ديروه هو اللي دار العراق. غنتيق بكم، القاضي حكم بان هذه القضيه منفصله عن الحراك، انت متابع بدبابه ولا دبانه ولا ما عرف، وغنتيق بك. كنت شديت امك انا. هذاك القاضي اللي كيحكم عليهم، حاشاكم اخوتي المغاربه، الخريه ديالكم ما كيساويهاش هذاك. هو كبير في وراه، هو كيحس براسو بانه صغير مقزم مقطع الدين مجنع. انت على الاقل كتخرج كدير كتهضر، هذاك راه دين كل حركه ديالو كيتابع النظام. هذا هو الفرق بين الانسان الحر والانسان الانسان بذلك سميه انسان. مزيدا من الافكار ديال الناس المقاطعين، تحية للشعب المغربي المقاطع، وعلى نبغاء الوطن اللي كل مرة كيجيبوا فكرة غيقاطعوا هنا غيديروا هنا هنا. ما عندكم ما تخسروا، راكم رابحين، كونوا على يقين. وزوفيزو يعني على كل حال، إلى يا شريها، سير شري انت سيدي علي وشري لا قاطعها، قاطع دين ما، ولكن الا حصلت ماشي نشريها. وكما قلت لكم الاتصالات الملكيه هذيك ماشي المغرب، اتصالات العائله العلويه الحاكمه هذيك راه ديالها. بغيت بالمناسبه واحد الاخ، انا افتخر لانه كان دخل عندي في الفيسبوك، ويعني الصور ولا التعليقات ولا ديالو معبره. الاخ تاغولا الى ما غلطش، نحاول نقراها كما هي. اعتقد بانه امازيغي حر، مغربي حر بلا ما نقول امازيغي حر. الصور ديالك اخي معبره، مزيدا ديك الصور، مزيدا من التعليقات، مزيدا من الايضاحات. الخوتك اللي باقي ما عارفينش، الاخ صلوح من ايطاليا وصلتني بان زداد عندك واحد طفله، المهم ماشي مشكل، يعني واحد الوطني، مادام الاب وطني لن يكون ذاك الطفل الا وطنيا. ما نقولكش الله، انا كنقول لك الوطن يجعلو يتربى في تحت اجنحتك، واحد النهار غيدير فيديوهات. كنعطي غير شويه ديال الوقت ويطلع حتى هو يشعل الكاميرا وغيدير فيديوهات. حاجه وحده نصيحتي لك، وقعت عندنا حنا اخطاء هنا في العائله، كاين اللي فاز بها وكاين اللي
اللغه العربيه الدارجه، راه الدارجه ماشي ديك اللغه العربيه الفصحى ولا غير اجي سير كول نعس فيق. واحد النهار تاع هو غيدير كاميرا وغيشعل ويبقى يقول الشعب سير تنعس سير تخرب. الى بقيتو يا شعب مغربي دري صغير مازال يقول كنتمنى من الوطن ديالي ان منين يكبر داك الدري يلقاكم فقتو. اتونسيو عندك هذاك الدري يلاه تزاد ويكبر ويدير موسطاش ويدير كاميرا ويهضر معكم ويبقى يهضر الهضره ديال بواه، راه هادشي اللي ما كنبغيوش. يلقى شعب اخر ومجتمع اخر وتفكير اخر ومنطق يولي عندكم. الناس اللي كتعاني في صمت حيت بزاف فئات كبيرة وعريضة كتعاني في صمت وما عندهاش حتى الإمكانية أنها توصل الصوت ديالها. إيه ما عندهم لا إنترنت وعندهمش الماء ما يشربوه، خاصها غير الإنترنت وما لقاش حتى الماء. أنا شفت فيديوهات اليوم الناس بركة مائية كيسقيو منها عامرة غيس عامرة فين على الدين الرب ديال الرب ديال الرب ديال رب العائلة العلوية اللي وصلتكم لهاد الظروف وانتم قابعون ساكتون خانعون. حلوا فمكم، واش وعندك فم صاحبي تا هو كتحتاج ليه؟ تقدرش تحل فمك؟ واش دايرين لك ساروت في ودنك ولا دي؟ حل فمك اصاحبي اهضر وغنبح نبح. انا قلت لكم بقاو غتقولوا هاو 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 هاو، وهذوك الدواور اللي ما عندهمش الماء يمشيو للقياده ما يقولوش ما يكتبوا لا لافته ولا يبقاو غير ينبحوا هاو 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 هاو. خلي القائد يفهم، خلي العماله تفهم، خلي القصر يفهم. الى نط كازابلانك كتقول هاو هاو، واش كتصوروا هاد القضيه؟ كازابلانك كتقول هاو 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 هاو، والملك غيهرب ماشي الملك، داك القصر غيكحزوه يديه التطوان الى جا الصداع من التحت. ودوك الناس اللي كتعاني سد الافواه ديالها، الله ديالكم يزيدكم معاناه فوق معاناه فوق معاناه. كتعاني وكتسد فمك وكتكرفص وكتجرجر. انا من عندي يزيدكم الله ديالكم، ياك هو اللي اختاركم احسن امتي. ما تفوتنيش المناسبه، كنحيي الناس ديال الريف، الابطال ديال الريف اللي تحت الارض اللي باقي فوق الارض ولكن بلحظه واخرى كيهبطوه. اللي حل فمو كيهبط لان منطقه حيويه حره حره ابيه ما ترباتش على العبوديه، منطقه انحدر منها الامير المؤمنين امير الوطني كتعرفوه ولا نقولها لكم. الأهل أهالينا أهلي أنا شخصيا في الأطلس، ما عرفش شو نقول لكم انتم. نياك حماد بن محمد ونياك ينعل الدين الملكي والدين الأسرة الحاكمة والدين داك، وعاشت محمد الخامس حتى هي، محمد السادس ومحمد الأخرى. شوفوا حالكم نتوما. هذاك الأخ اللي ذكرته قبيلة تبولة دار واحد صندالة، صندالة وكاتب الحداء المغربي. لا يا أخي هذاك حداء أمازيغي، راه تكون شفتيها في الفيسبوك. هذاك هو هذيك هي نوع الأحذية اللي كاين عند الأمازيغ مسخين، أينما حلوا وارتحلوا، وطن ديالو الأرض ديالو تحت.
تحت الارض ديالو، لكن ما عندوش حتى صنداله ما يلبس، ما عندوش حتى الماء ما يشرب، كيشرب من قلته. كتعرفوا قلته الماء تجمع في واحد الحفره كيجمعوه واحد الاخ شتو، ولكن الصوت ما كانش هو هذاك، ما عرفتوش اش كيقول، ولكن فهمت الرساله. واحد الاخ ولا اخت والله ما عقلت في 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 الفيسبوك دار لكاس نوار، لكاس نوار الصناديق السوداء، قال لك هما كيمولوا ديك الموازين بالصناديق السوداء. اوكي ما قلناش اوكي زوينه. والمستشفيات هاك ديك الصناديق اللي كتجهدوا منها الموازين، حبسوا موازين، جهزوا المستشفيات، ديروا السبيطارات، ديروا الطرقان، ديروا المدارس، ديروا طوابل علاش يقراو، ديروا الصبورات. كتعرفوا تجبدوا 500 مليار من صناديق سوداء. لا نعلم، قال لك لا احنا ما كنقيسوش لكم الميزانيه العامه، على ملي كتحيدنا لك خليتي لي انت العام، انت ديتي العامه والخاص يا ولد الكلب، يا طبل يا برميل دلحزاق كربون، دير كل كربون راه هذاك الشيء اللي ما كيبغيش شي واحد يكمي حدا، راه يقدر ينفجر داك الخرا هذاك، كله غازات، يقرب شي واحد يشعل شي بريكه حداه ولا يكمي قارو يطير داك الملك ديالكم، راه كيمنعوا المحيط ما تكميش حدا سيدنا، الله يفرقع الدين امك، انت مفرقع يا الخرا سيدي. موازين عندكم الصناديق السوداء، سبيطارات ما عندكمش ليها، هاد المجهود ديالكم وضد فيكم الشعب، نتوما كيعرفوا ايه كانوا يقدروا يديروا هاد العمل اونلاين، ولكن هذوك الناس خصهم يلقاو مراض، خصهم ما يقراوش، خصهم ما يلقاوش طريق، يلقاو الحفار، يلقاو المرض، يلقاو الكوليرا، يلقاو وكنجيبو حنا الشيخات كنديروا لهم موازين. هذا هو التفكير ديال سيدكم امير المؤمنين، خالقكم هو اللي خلقكم، هو اللي رباكم، نتوما التربيه ديالو الشعب المغربي عنده اب، الاب الحنون، القادوس السادس هو اللي مربيكم على ان ما بغيتش. كاينين ناس باقي هذا، انا كنت عجب من هذه القضيه، ان الناس طلبت منهم كتامن انت بالله شغلك هذا، كيقول لك لا، قبل قليل كان معايا اخ احترم اعزه من اعز الاصدقاء ديالي، كيدير معايا كل شيء، الفرق اللي بيني وبينه هو ان من الناس المؤمنين الخاشعين، انا ما متفقش معاك انك تسب، مشغلكش فيا وتفهمها تقبلها وعجبني لها. واش انا الا عابت عايرت دين، وانا كنعير الاديان كامله الاعتقادات، كل مؤمن بقضيه لاهوتيه كيطفي العقل ديالو كياخذ لاهوت، لاهوت ما كيطلبش منك انك تفكر كتاخذ. اذا تقبلوا هذه القضيه، شغلي انا الى كان عاير الرب والربايب ديال الربوبه ديال الديانات كامله، يكون يهودي ولا مسلم ولا نصراني ولا بوذي، والاعتقاد كان عير دين ربهم هذاك. الا كان شي واحد من هادوك الله ديالك انت، حيت كاين ديال المسلمين وكاين ديال النصارى، وكاين واحد تيقول هذا عيرني هذا، قلت لهذاك الاخ الا عيرت انا الرب ديالك وقصدتي انت، حسيتي بانني قصدت انا الاله ديالك، غيحاسبك انت، غيقول لك ايوا صاحبك كان كيعيرني انت ساكت، ياك انت غتدخل الجنه خليني ندخل جهنم، لا انت ولا انا ولا الاخرين ما غتدخلوا في الحيط يا ولاد القحاب. نتوما جنات النعيم اللي فيها النبيذ وفيها هو النبيذ انا كنشربوه في الارض، انت تسنى في السما غتشرب الخرا، ربك غتنفجر مع الكره الارضيه، راه ما بقاش ليها بزاف، وغتحيد حتى هي وغنتحيدو كاملين، وانت عند بالك، انت عند بالك، وعند المسيحي عند بالو، واليهودي بالو، البوذي
اعتقادات فارغه. علاش كي ما تعتقدوش بالعقل ديالك؟ اش قال لي عقلي ندير انا؟ الناس اللي كتهضر بالعقل نهضر معاها بالعقل، تهضر باش تقول لي موضوع اخر خليه الاعتناق الديانات، وعلاش الناس كتعتنق دين من غير دين اخر. وضعف الانسان، ضعف كلما كانت الشعوب ضعيفه كلما كانت تؤمن بالخرافه، تؤمن بالدين والمعتقدات. كلما كانت الحاله ديالك الجن، شنو هو الجن؟ شنو هو داك الفقير اللي كتمشي كيدير لك؟ لانه كان عندك تطبيب في الدوله ديالك، مرتي كتمشي كداوى كيسكانيو كيديروا لك، ما تقلمش على فقير قرا عليك سبحان الله طران، وهذه في التربيه وهذه بخره وهذه الخرا. راه هذاك الضعف اللي كيجيب لك كيركب لك المخ ديالك كتامن بشعواده وبالسحيره. المستقبل، الناس اللي كيامنوا بالشوافه، اشنو هي الشوافه؟ كتشوف المستقبل. كنتي في ارض كنعرف المستقبل ديالي انا هنا، وهاد الناس اللي معايا تيعرف اش كيتسناك وشنو. ما فيهاش، ما نحتاجش نتوما، حيت ما كتعرفش الغدا ديالك اش غيوقع فيه. كتمشي عند شوفه تعطيها 100 درهم 1000 فرانك تقول لك عرفتي شنو الكابال، والري يطلع لك الري غيخرج لك، يخرج في دين امك العظام ديالك يخرج. تحيه خمسه جاتني الضحك على راسي اليوم. استسمح بصحة خويا حميد جلال، اعتقد ديما كيقول لي الى شربتي. ها هي بصحتك خويا، دمتم بخير. بحال كرك ماشي في خير، راكم في الخرا. اذا قلت لكم دمتم في خير راكم نتوما خارين، خاري وجالس عليها. حنا بغيناكم تحيدوا داك الخرا ديالكم وتوقفوا تغسلوا حالكم وتشوفوا حياه اخرى. اوكي طنكيش مره اخرى، استسمع تشوس على بروجيكت.